السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متشبعين الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من شارع طارق بن زياد من جهة أسواق السلام العاصمة الرباط في اتجاه عين عتيق، مرورا بتمارة ومرورا بأبرز النقاط، النقطة ديال ميلانون، النقطة ديال القروش، النقطة ديال زاكورة. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، كنشوفوا تغييرات مهمة في شارع طارق بن زياد. كنشوفوا هنا الواجهة ديال مجموعة من المحلات أو مجموعة من المنازل اللي توحدات في الصباغة ديالها، وعطاتنا واحد الجمالية هنا في الجنبات ديال شارع طارق بن زياد. الأشغال اللي عرفها شارع طارق بن زياد، الشطر الأول سالت واحد النسبة ديال 98%، أنا باقي بعض النقاط ما كملاتش فيها الأشغال، باقي تركيب الأعمدة في بعض النقاط بحال المدارات. وغادي نستمر معاكم في الشطر الثاني ديال أشغال شارع طارق بن زياد، شنو تبدل فيها، شنو باقي يقدر يدار، هادشي كله غنكتشفو إن شاء الله من خلال هذا الفيديو هذا. النقطة ديال ميلانو، كتشوفوا معنا هنا عندنا مدرسة الفردوس، عندنا شارع مولاي علي الشريف، عندنا التقاطع مع شارع طارق بن زياد في انتظار الضوء الأخضر. اليوم الرابع من أيام العيد، مدينة تمارة شبه فارغة، اليوم الأحد. فالإخوان واحد النقطة اللي بغيت نشير ليها، وبحال دابا الصور ديال المؤسسة هنايا ما دازتش فيها الطريقة الموازية لشارع طارق بن زياد، كاين بعض النقاط اللي ما فيهمش النقطة ديال الطريقة الموازية، ربما في هذه الحالة نقدروا نشوفوا حتى الجزء الثاني أو الشطر الثاني ديال الأشغال ديال شارع طارق بن زياد، بعض النقاط ما تغير فيها حتى شي حاجة وما تشملهاش عملية الهدم، لكن كنتمنوا من الله أن هادشي ما يأثرش، كنتمنوا من الله ما يأثرش على الطريق وتبقى الأمور مزيانة. هنا في اليسر المارشي القديم، وهنا كانت بدات الأشغال ديال الشطر الثاني ديال شارع طارق بن زياد اللي غنكتشفوها لحظة بلحظة، وعملية الهدم اللي شملت مجموعة من البنايات، منها البرارك اللي جاو في جنب الطريق، ومنها كذلك بعض البنايات دار ليها نزع الملكية، هادشي كامل باش تستمر الأشغال، لأن كما كتشوفوا معايا في الطريق مازال عندنا تشوير طرقي مؤقت، باقي الورش ديالنا هنا ديال الشركة، باقى الأمور هنا مسالاتش. يعني أنا كما كتوضح الصورة باقى عندنا عملية الإسفل الجاية في الطريق، باقي نقاط اللي غتشملهم الأشغال، بحال دابا هنايا عندنا الطريق مسدودة في هاد ليسباس اللي فتنا في اليمن، يعني خاص الطريق تحل. عندنا كذلك هاد الطريق اللي كنشوفو لتحت قدام هاد العمارات خاصها تكمل حتى تخرج قدام هاد العمارات، حتى هما كنهضرو على الطريق الموازية. هنا في اليسر هاد البنايات غادي تشملها عملية الهدم، بنايات مجموعة من النقاط هنا غادي تشملها العملية ديال الهدم. أكيد
انطلاقا من يوم الغد الاثنين راح نشوف مجموعه من الامور اللي تحرك في الباب هذا. هنا عمليه الهدم الاخيره اللي كانت ديال هذه البنايه، عندنا كذلك بنايه اخرى اللي جات لخدام. شوفوا عملية السقي، هذه الأشغال إن شاء الله غترجع عاوتاني ابتداء من يوم الغد. يعني أي بلاصة هاوية واجدة في الأشغال فغادي يدوزو ليها، هذا هو اللي كاين. هنا بنايات في اليسار وفي اليمين حتى هي غادي تشملها العملية ديال الهدم، ربما بنزع الملكية او حكم بالافراغ بالنسبه للبنايات العشوائيه واللي ما كتوفرش على الوثائق ديالها. فكما كتشوفوا الاخوان مجموعه من العمارات هنا في الجنبات كانوا ما كيبانوش مع البنايات اللي كانت كتواجد هنا في جنبات شارع طارق بن زياد. هنا عندنا المؤسسه ديال عبد الله قنون، هنا الطريق اللي جديدة تحلت في هاد البلاصة هادي. هنا الدوار اللي كان مشى كتكون مجموعة من الأسر اللي جاو في هاد الأرض هادي كلهم مشاو. هنا البناية اللي كانت ضربت هنايا واللي كانت شادة كذلك على شارع طارق بن زياد، وهذا القنت هذا والاخوان هو اللي كنت صورت لكم اخر فيديو الى عقلتو وقلت لكم راه الزنقه غادي تحل هنا وغادي يبدا يبان لهم الشارع. هانتوما الاخوان هنا فين كانت البنايه مشات وكأن شيئا لم يكن. دازت هنا العمليه ديال تبلات الرصيف، باقي العمليه ديال التشجير وتركيب الاعمده الكهربائيه، وهنا بقى لنا بنايه اخرى حتى هي تبع الاجراءات. من بعد غيتحيد هذا الشيء هذا باش الطريق غادي تحل. هانتوما عندنا هبطه هنايا الى الطريق اللي غادي تكمل عاوتاني في الجنبات ديال شارع طارق بن زياد. فنتمنى من الله الخير والتيسير للجميع. هذه هي الاجواء هنا من شارع طارق بن زياد في اليوم الرابع من ايام العيد. الخوت ما تنساوش الاشتراك في القناه والبارطاج مع الاصدقاء باش دائما يوصلكم الجديد. كما كتشوفوا المدينه نظيفه انا الحمد لله، امور مزيانه، الله يسخر الامور. تلقاو فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله.